اليوم شنو نعرض لكم؟ والله ما ندري، حيرة والدرب ضيج، ها؟ مايباخ؟ لا مو المايباخ، نعرض لكم هاي الصخر. يا شباب الحلوين، هاي 2001، بس والله العظيم جديد ربح بالك 2000 هسه. شباب 2001 525. هذه انا مبطل ما اعرض هاي السيارات صار لي فتره، لانه ماكو، يعني مو تكبرا او شيء، ماكو بالسوق، ماكو. انا تجي على قلبي اعوف هاي السيارات كلهن، اعوف هذن كلهن، واروح اشتري واحده من هاي مال طريق بغداد محافظات، وسعرها مناسب وغراضها متوفره واسمها الماني وما عليه العين، عن نفسي عن رايي احكي. وشاهد كلامي، قمت واشتريت لكم هذه، خليتها لي بعد ما ابيعها لو تنطبق السماء على الارض، خليها جواي والحافظ رب العالمين. خلي اليوم نعرض لكم هذا الصقر، طبعا مال ولد صاحبي مكلفني بموضوعها، فراح احكي لكم عن تفاصيلها، مهتم بالشراء، كمل الفيديو للاخير وراح تحصل على معلوماتها بالكامل، من موديل من كل شيء. زين يابا، هذه الاي كلاس هم حلالي، حلالكم ان شاء الله، اللي هي 16 ماشيه 16 فول ومكفوله من صبغ من بارد من شخوط من كل شيء، اي 350 2016 فول السيارة، وما يحتاج انه اشرح عنها لانه قلت لكم ماشية 10 ميل، ما اعرف قد كيلومتر 16 او 15. وهذيك الشيخة مايباخ 2022، فلوسها حلوات، بالعافية على صاحبها. شبابنا الحلوين، هذه 2001 موديل الصقر، سيارة لونها كلش حلو، ما اعرف شكليتي او شو يسمونه، ما ادري، يعني لونها غريب صراحة، مثل ما دا تشوفون 525. هذه هي من الداخل، عذرا بالنسبة لموضوع الصبغ، ضربة ماكو، هذا نيجن من اوروبا، من يابان او من المانيا، من اوروبا يجي بيه 3-4 قطع رش، ضربة وحادث ماكو نهائيا. هذه داخلها السيارة، خمسمية وخمسة وعشرين أصلي، والله بيها ماكينة وقيري خبلا إخبال، عبالك توها مصنوعة، صاحبها كلش مداريها، وصاحبها بالمرور يشتغل بالأرقام المميزة، هم اللي يحتاج من عنده شيء اللي دائما ننشر لكم عليها، موبايل وحركات كله شغال طبعا. سنجي نشغلها نقول بسم الله. شوف ما عندك ولا قلوب متروك حتى مال ماكينة. اشتغلت. عندك قلوب وين؟ هذا مال هاند بريك هسه تنزله وينطفي، وعندك هذا مال ايرباك، مسوي له حمام واكو فيشه من الفيش ما مسوينها. هذا لا شيء، سيارة ما بيها ضربة. ومبدلين عندك هذا الشاشة مال اندرويد. مو بلادية، بس ها عمود الأغاني وبلوتوث وترتيبات كل شيء بيهم. والجير مالتها هذا اوتوماتيك، ومنها يصير اس او مانيوال عادي. كوشناتها هيتر وشغالات، وطبعا هاي الشاشة يعني دا تلمض عندكم بالتصوير، لكن هذا سبب التصوير، يعني مو اللي هي ثابتة حاليا مضبوطة يعني قدامي. هاي الدقمة مالت البردة، مثل ما تشوفون بردتها شغالة، شوف حتى تعرفون انه ما بيها اي خلل. وعندك بقية الدقم، هذا مال اي اس سي اللي هو مال تزحلق، وهذه الدقمة مال بي تي سي اللي هو الحساسات، وهي مال تبريد والتدفئة. بقية الدقم سيارة أصل 2001، سنوية وبليت، وشنو بعدنا؟ تراي جير، ماكينة صدر، حدادية، متايرات، ما أعرف إيش، كله مضبوط وعالي العال، ما أبي أي نقصات نهائيا.
قالتها مال ام، سيرنها مال ام، حتى العدسات مال لايتات مبدليهن، ما اعرف لايتها كلش حلو بالليل. على الاغلب انا سوق، يعني قلت لكم مال صاحبي سياره ودائما اروح بيها، والله من اروح الاربيل وما قالت ما اطلع الا بيها. هذه هي سياره شباب، سعرها 122 ورقه دفتر و22 ورقه. اللي يرغب بالشراء يتصل على رقمي اللي راح اترك لكم اياه حاليا، وامر يامر. بالسوق اكو الدفتر وجوه الدفتر وكل شيء، اكو اشكال وانواع. يمنا هاي اسعارهن كمحافظه السليمانيه حديده. الله وكيلك ذاك يوم بدفتر انا، وانا اشتريتها مو يعني، وانا اشتريت وحده حديده بدفتر. هذه السيارة وهاي تفاصيلها وهاي سعرها. اللي يرغب بالشراء يتصل على رقمي وخليه فوق راسي. تحياتنا لكم وشكرا لمشاهدتكم اللطيفة. اكو عروض جديدة، وبح نزلت فيديو انه اني متوقف عن شغل السيارات حاليا الى بعد رأس السنة، عاود لكم. بس هذه جت صدفة وقلت خلنا نعرضها، الرجال يريد يبيعها وانتو تشترون واحنا بالخدمة. إلى هنا نختم المقطع الفيديو، إن شاء الله يكون نال إعجابكم، ولا تنسون اللايك والمشاركات، لأنه هذه الفترة تفاعلكم نازل. ما أدري أني ما دا أنشر حاصل، والله ما تقصرون، تعليقاتكم دا أقراها واحد ورا الآخر، كلكم على رأسي، كلكم أخوتي. مع السلامة شبابنا الحلوين.